اهلا بيكم من جديد مع الطبيب. دايما بشوف اوحش حاجه في حياتنا بمعنى اصح لما نكون عارفين، لما بنسمع كلمه ايه، مجبور على امره او مغصوب او حاجه مش بارادته. دي دايما بيحسوا بيها اكتر الناس اللي عندهم سمنه مفرطه، بتبقى الموضوع قالب شويه معاهم ادمان. كلنا ممكن نكون مدمنين لحاجات معينه، في ناس بتكون مثلا مدمنه قهوه، في ناس ممكن تكون مدمنه لشخص او حبها لشخص، في ناس ممكن تكون مدمنه لتدخين. دول كلهم ليه مش بننقضهم زي ما بننقض مثلا يعني الناس اللي بتاكل كتير او اللي عندها سمنه زياده، وليه بنتنمر عليهم؟ خصوصا الاوزان اللي بتوصل لل 200 وحاجه، ده غصب عنه، هو مغصوب مش بمزاجه. اتمنى اللي بيشاهد الحلقه دي اولا ما يتنمرش على الناس دي خالص، ما يوجه لهمش كلام حاد اللي هو ما بطل اكل بقى مش بمزاجه. على فكره ما انت ممكن تكون مدمن زيك زيه بس لحاجه تانية، بس مش اكل مثلا. عايزين كمان نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي الاوزان اللي هي ما بعد ال 200 كيلو، 180 230 300 كيلو. دي دايما بيقولوا ان احنا بنروح لدكاتره كتير وبيرفضونا. بترفضوهم ليه؟ طب ما احنا عندنا يعني دكاتره مصنفه عالميا، معانا ضيف فقرتنا مصنف عالميا، يعني مفيش احسن من كده، جراح عالمي، مفيش كلام تاني بعد الكلام ده. وبيقول ان اي حد وزنه فوق ال 200 ال 300 يجيلي وانا تحت امره، وان هي دي العمليات الصحيحه لجراحات السمنه. خليني ارحب، ويعني انا بتشرف بوجوده معايا استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه ومناظير بطب عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن، زميل كليه الجراحين الامريكيه، وحاصل على شهاده الجوده الاولى في العالم لجراحين السمنه والسكر الاس ار سي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ، منورنا. اهلا وسهلا. فعلا لما بيجولك بالاوزان دي بيكونوا اترفضوا كتير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي ان احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان عمليات السمنه المفرطه في الاوزان الضخمه اللي هي يعني فوق ال 200 و 300 كيلو من العمليات المحتاجه جاهزيه عاليه في اجرائها، سواء بالنسبه للجراح لازم يكون على اعلى جاهزيه وخبره، ومحتاج كمان ان يكون المكان الذي يجرى فيه العمليات دي يكون برضو على يعني جاهزيه عاليه جدا في اوض العمليات، في اجهزه التخدير، حتى في اطقم التخدير او الاستشاري التخدير المسؤول عن يعني ان هو يجري العمليه لهؤلاء المرضى لازم يكون برضو على جاهزيه عاليه، ويكون كل المستهلكات الطبيه على اعلى مستوى. لان طبعا احنا يمكن في الاوزان العاديه ما بين وزن 100 ل 200 كيلو دي اوزان تعتبر في المتناول، يعني ما زاد عن 200 كيلو لا، جدار البطن احيانا بيبقى سميك لدرجه ان حركه المنظار بتكون صعبه شويه. بيكون المريض نفسه عنده صعوبه في ان هو يتخدر اصلا، لان رقبته بتبقى ضيقه والدهون طبعا بتبقى يعني في الحلق بصوره صعبه جدا. لدرجه ان في لو واحد ما عندوش خبره ان هو يعني يخدر عيان او دكتور تخدير ما بيعرفش ينامه الا باستخدام تقنيات حديثه، يعني مناظير طبعا خاصه بالتخدير وتكون مؤهله. اللي عايز اقوله ان طبعا احنا يعني عندنا في المراكز احنا مش متفاجئين بالاوزان دي، لان ده طبيعي، ده يعني ده شغلنا او يعني دي طبيعه حياتنا اليوميه ان احنا نجري اجراء عمليات سواء تكميم معده او تحويل المسار في اوزان ضخمه. وطبعا كلما كان هناك جاهزيه كلما كان الامور اسهل بالنسبه للجراح واسهل بالنسبه للمريض، لان احنا مش عايزين نحط المريض في ريسك سيتويشن، او مش عايزين نحط المريض في وضع حرج. جاهز مريض كويس، امكانياتك كويسه، ان شاء الله تجري العمليه وتتم بنجاح، لان انت عايز تحسن حياته اللي هي يعني المليانه بالسمنه المفرطه، المليانه بالامراض المصاحبه، المليانه بالسكر، المليانه بالضغط، المليانه بصعوبه التنفس اثناء النوم، الى حياه عايز يخس وزنه، عايز يمارس حياته بصوره اجتماعيه مظبوطه، يؤدي الوظائف العمليه بتاعته، شغله عايز يؤديه كويس، عايز يعمل ينطلق عملية اجتماعيا، عايز يعمل عمليه يقوم منها. بالظبط كده. اصلي اللي هو فوق ال 300 وال 200 ده بيبقوا اكتر حاجه خايفين منها التخدير وال طيب الاهل بيبقوا متوترين، مش بس المريض على فكره. حضرتك يعني مصنف عالميا، خلاص التصنيف ده اكيد عدى عليه ان حضرتك مختار دكتور تخدير مش قليل، او يعني
مجهز ان هو يخدر الاوزان دي، صح كده؟ مش بس، لا، الاس ار سي هي منظمه دوليه يعني عالميه، هي تبحث او يعني تعطي يعني شهادات خبره او شهادات تقييم دولي على اعلى المستويات، ولجان بتفحص كل خطوه بتتعمل لمريض السمنه، سواء في التجهيز او اثناء اجراء العمليه او ما بعد التجهيز او ما بعد اجراء العمليه. انت بتتابع العيان ازاي؟ انواع العمليات اللي بتعملها، المستلزمات الطبيه اللي بتستخدمها ايه؟ الناس الفايلز بتاعتهم بقى، السي في بتاعهم بتاع التخدير والتمريض والاطقم المساعده من الدكاتره المساعدين، كل دي حاجات يتم تقييمها عن طريق الاس ار سي. دي شهاده الاس ار سي هي معانا يا جماعه على الشاشه، دي تصنيف عالمي لدكتور كريم ان هو من افضل الجراحين جراحات السمنه والسكر عالميا، مش دوليا او في مصر بس. واحنا بننصح بيها لكل الناس وكل التخصصات، هي يعني شهاده جوده عالميه في مجالات كتيره جدا، مش بس جراحات السمنه. لا، يمكن كل التخصصات ممكن تاخدها، بس محتاجه مجهود وخبره كبيره واماكن لها جاهزيه عاليه، ويعني يكون طبعا سيستم مؤهل لده. يعني نرجع تاني للاوزان الكبيره، ايه اللي كان بيخلي الاوزان اللي هي فوق ال 200 كيلو يعني عقلها على طول يتجه اللي هو لا خليني قاعد كده، لان اصل العمليه دي عشان تنجح لازم الخوف. اعملها بره مصر. الخوف. الخوف. طبعا الخوف من الاهل طبعا، ومن طبعا من المريض نفسه، لانه بيبقى فعلا حاله صحيه. يعني احنا بس عايزين نقول للناس دي احنا مسؤولين عنكم، احنا بنقدم لكم الخدمه المظبوطه عشان بس ما نضيعش. يعني انا الهدف منه ان احنا عايزين نقول مش ما تضيعش الفرصه على نفسك بسبب الخوف، انت حقك تعيش وما تقلقش. في يعني في مصر فعلا عندنا جراحات سمنه متطوره جدا، وكل الحاجات العالميه احنا سابقينها، فما تقلقش. احنا بدل الاسر اللي عندها حد سواء طفل او يعني رب اسره، او لان احيانا انا يمكن شفت التوتر ده يمكن من اسبوعين كده، كان احد العينين يعني كان وزن ضخم جدا، ويمكن كان في مستشفى وادي النيل. انا شفت صوره الاهل بعد وانا خارج من العمليات، ما طبيعي يعني عمليه تكميم او تحويل مسار عادي يعني. بس طبعا الاهل بقى عليهم توتر رهيب. هو يعني بس رهيب، احنا مش عايزين يعني خليني اقولها يا دكتور، هي في اي عمليه؟ اي أنا عمليه لو طبعا داخل اعمل يعني ايه يعني، انا مش عارفه إيه، لو كيس دهني صدقني وحد هياخد بنج، هي قصه في البنج صدقني، بما ان في ثقه في الدكتور بتبقى قصه في البنج، هيقوم من بنج. طب هو هيفوق دايما، بيبقى عقلنا رايح في النقطه دي، فالتوتر ده طبيعي. بس الدنيا اتطورت جدا طبعاً. وانا بقول للناس اللي عليه دي عمليات بالمنظار ما بتستاخدش نص ساعه لساعه، فالاوزان الضخمه احيانا ممكن تاخد لها ساعه ساعه ونص، يعني لو يعني وزن فوق 300 كيلو زي يمكن بعض الحالات، لكن عمليه سهله ما فيهاش مشكله خالص. واحنا بيتم تقييم الوضع ده قبل العمليه، بتكون عارف ايه لو في خطوره مش هتعمل العمليه. يعني مش دكتور تخدير هيزنق نفسه مثلا في حاله صعبه ما عندوش الامكانيات اللي هو ينيمها. اذا كان طبعا المراكز عندها عدم جاهزيه، هي بتعتذر عندها تقول لك انا مش هعمل العمليه دي. اذا كان هناك جاهزيه بيقبلوا الحالات دي وبتعمل كويس جدا. فما فيش مشكله يعني، احنا بدل الاهل وبدل كل الناس اللي عندها وزن ضخم فوق ال 300 كيلو او 200 كيلو، هناك جاهزيه لاجراء العمليات دي بامان، واحنا بدالكم يعني ما تفكروش كتير. الجانب التقني سيبوه ان شاء الله خير، احنا هنظبطه لكم يعني ان شاء الله عشان ما نضيعش الفرصه عليهم. هنشوف معاكم تقرير واحد من الافات العمليات الاوزان اللي هي فوق ال 200 كيلو الناجحه اللي كلنا طبعا بنشهد بيها، بس خلينا نشوف تقرير واحد منهم ونرجع لكم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم محمد سعيد الزغبي من محافظة بورسعيد. كنت بعاني من مشكلة السمنة لحد ما وزني وصل 330 كيلو، ومن فضل الله ربنا كرمني بالدكتور كريم صبري وعمل لي عملية تكميم المعدة، بقى لي النهارده سنة وأربع شهور وخسيت 200 كيلو. مش هقول لكم كمية ال 200 كيلو فرقوا مع البني آدم ازاي، من صحة وشكل وحركة ونشاط. كفاية الحمد كان عنده السكر راح، الضغط، ضربات في القلب، الرئة، كل ده راح بفضل ال 200 كيلو الواحد نزلهم. وهتستنونه بامر الله، انا جاي النهارده عشان اعمل عمليه شد جلد وترهلات، لان طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل ترهلات وجلد في جسمي، فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان اعمل عمليه شد الجلد، واستنونه بامر الله بعد العمليه الجديده بشكل جديد.
تقرير من التقارير الهيلة والله العظيم، وما بكذب أنا شفت آخر صورة دي يعني انبهرت. أنا شفت صورة ما يعني تشبه لها كانوا مسفرينها وشايلينها ورايحين الصين، فاكرة زمان أنا القصص دي عشان خاطر عملية تنجح زي دي، وهو بسم الله ما شاء الله زي الفل، إحنا مش بنحسده، وألف ألف مبروك على النجاح الهايل ده. إيه اللي حصل مع يعني الحالة المميزة دي؟ أنا شايفاها مميزة. هي عايزة حاجة، عايزة جاهزية بس في إجراءها، مكان آمن، خبرة كافية، مشاركات طبية على أعلى مستوى، مناظير مؤهلة، دكتور تخدير يعني يكون مؤهل، بتمشي بسلاسه جدا يعني ما فيهاش اي مشاكل خالص، وبيتم تقييمه قبل العمليه كويس. والحقيقه محمد يعني كان ليه ظروف مختلفه شويه، يعني غير طبعا المشاكل الصحيه، سكر والحاجات المصاحبه او صعوبه النفس اثناء النوم، وطبعا قعد فتره كبيره جدا على سباب، يعني ما بيقدرش ياخد نفسه اصلا قبل العمليه. يعني فتره، يعني من ضمن الحاجات اللي كانت عايزاه يعمل عمليه انقطاع النفس اثناء النوم، كان بيقعد بالشهور في رعايه مركزه على سباب، لان خلاص الدهون قافله كمان الصدر بمعنى اصح، او قافله الحلق، ما عرفش ياخد نفسه بالليل، فبياخد بقى حاجه اكسجين مكثف، يمكن الناس اللي عارفه الكلام ده اللي هي مسبب كده. عنده بقى الفنتيزس في البطن او مرض الفيل في جدار البطن، يعني جدار بطنه سميك، يعني طبعا بيبقى فيه يعني الاوعيه الليمفويه ما بتصرفش الميه من الجسم كويس او الليمف يعني، وبالتالي بيبقى فيه تحت الجلد طبقه ميه مع الدهون، بتبقى يعني جدار البطن كبير. والحقيقه كان فيه تشالنجز كتيره جرح حيا، لكن اللي عايز اوصله ان طبعا اذا كانت هناك جاهزيه، اذا كان هناك تحضير قوي للمريض او تجهيز طبي مظبوط للمريض، ان شاء الله بتجرى العمليه في وقت قصير. ويمكن حمد احنا شفنا له صور، لا انا كنت عايز اشوف الصوره الثانيه لو مخرجنا يجيبها، وهو يعني قاعد قبل العمليه على طول وداخل هايله بجد، واكيد ده مش اخر صوره ليه يعني محمد، اكيد في المتابعه، في متابعات. والحقيقه طبعا هو على فكره نزل حوالي 200 كيلو في سنه وشهرين، 200 كيلو يعني، هو طبعا بادئ من 330، ما احنا يعني اما يوصل مثلا 130 وفرق 200 كيلو على عمليه تكميم معده. والحقيقه احنا لسه في شويه حاجات رطوش جلديه وحاجات احنا بنعملها طبعا، لان بيبقى في شويه ترهل في الجلد، وزنه 330 كيلو، لما يبقى فقد من وزنه 200 كيلو، يعني حاجه معينه، يعني عنده مشكله اصلا غير السمنه في مرض الفيل. مرض الفيل ما بعد يعني بتبقى مصاحبه للسمنه المفرطه في بعض الناس، بتبقى رجليهم تلاقيها معروفين طبعا رجليهم. طب دي وانا بعمل عمليه جوه يا دكتور في حاجه بتتصلح فيها ولا خالص؟ احنا بس بنعالجها بان احنا ننزل الوزن، الجلد ده بيترهل بعد كده يتشد. أوكي. يعني ما بعد انقاص الوزن الجلد ده بيتم استئصاله تماما. في ناس طبعا عندها مرض الفيل بصوره يعني ثانيه، بيبقى كل جسمه فوق كويس، الجزء السفلي رجليه بقى بتبقى عامله يعني يا حرام، وبتبقى حتى لغايه قدم الرجل، الرجل من تحت كلها بتبقى دي صح، احنا فعلا دي مرض الفيل، ده مرض الفيل. مش بس كده، ده بيبقى عنده كمان ان البطن كمان بيبقى فيها نفس المرض ده ونفس المايه دي، بتبقى في جدار البطن، بتبقى طبعا بيبقى فيه شويه صعوبه في اجراءها بالمنظار يعني. يعني لان طبعا جدار البطن فتحات المنظار صغيره جدا والات ديليكت قوي. فعمليات التكميم وتحويل المسار هي عمليات امنه في الوزن الضخم اللي هو فوق ال 200 فوق 300 كانقاص وزن، تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يعني 12 ساعه في المستشفى، بتعود لنشاطك الطبيعي بعد يوم من اجراء العمليه. متهيألي كده انتم ما عندكمش اي حاجه، اي حد وزنه فوق ال 200 كيلو ما يقولش ان الدنيا صعبه، ما يقولش ان العمليه صعبه. معانا دكتور مصنف عالميا، انا دايما بحب اقول الكلمه دي لانها مش قليله، وحصل عليها دراسه وفحوصات لمده 6 سنين عشان ياخد التصنيف ده، فاحنا كده متهيألي يعني الناس اللي بتجينا من بره يعني، ودي حاجه احنا بنفتخر بيها. بنشكر استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الكليه الملكيه لجراحين بلندن، زميل كلية الجراحين الأمريكية، حاصل على شهادة الجودة الأولى في العالم لجراحين السمنة والسكر الـ SRC. بشكركم، خليكم معنا، راجع لكم بسرعة.
الدكتور احمد المعتصم معاكم، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري طب وجراحات العيون، واستشاري تخصص القرنيه والماء الابيض وعمليات تصحيح الابصار. فرصه سعيده ان انا النهارده معاكم على قناه المحور وعلى برنامج طبيب، عشان نحاول نعدل بعض المفاهيم الخاطئه للمرضى بتوعنا وحبايبنا المتابعين لينا على طول. موضوع النهارده موضوع خطير جدا، لان الموضوع ده بيمس الشباب الصغير، بيمس اولادنا، بيمس بناتنا. هنتكلم عن موضوع هو مرض مشهور جدا وناس كتيرة مش عارفينه، هو مرض القرنية المخروطية. مع الأسف يعني الشديد، أنا كاستشاري كبير وكأستاذ جامعي بيجي لي مرضى كثيرين جدا بيكونوا أهملوا في العلاج أو أهملوا في التشخيص أو راحوا الأطباء يعني قليل الخبرة، مع الأسف ماشيهم في سكة غلط وأدت إلى مشاكل جامة. القرنية المخروطية مرض بسيط، مرض علاجه سهل جدا لو قدرنا نشخصه من الأول. إيه هي القرنية المخروطية وإيه هي القرنية أصلا؟ خلينا نتكلم عنها بطريقة مبسطة مع بعض. القرنية هي عبارة عن شباك العين، أو هو الجزء الشفاف اللي احنا مش شايفينه، بنشوف الجزء الوراء اللي هو قزحية العين. القرنية المفروض ان هي محدبة بصورة معينة، لما بتبتدي يحصل فيه تأثير النظر ويبتدي التحدب يزيد كل شوية، نكتشف ان شاب صغير من سن 12 سنة ممكن قبل كده كمان نظره بيقل كل شوية، ويبتدي نفكر هو نظره بيقل ليه، فيبتدي يروح لطبيب يبتدي يعمل له مقاس نظارة. الولد يلبس نظارة 5-6 اشهر يلاقي نظره قل تاني، يروح للطبيب تاني او تالت، يفضل يغير النظارة ومحدش فكر لحظة ان الولد ده عنده بداية القرنية المخروطية. اذا القرنية المخروطية ضعف في قرنية العين، ضعف سماكة العين، تغير مستمر في قوة الإبصار، ده مرض القرنية المخروطية. مشكلة المرض ده ان هو بيقفش، مشكلة المرض ده ان هو مرض مستمر. احنا شغلتنا ان احنا نشخصه الاول ونشخصه بدري ونعالجه بسرعة عشان نقدر نوصل بإذن الله تعالى نتيجة مرضية للمريض وللطبيب المعالج بتاعه. كيفية تشخيص القرنية المخروطية، هو لازم نفكر ان اي شاب صغير في بداية عمره نظره بيتأثر وبيقل كل شوية، يبقى ده قرنية مخروطية. ازاي نشخصه؟ بنعمله فحص، حاجة اسمها التوبوغرافي او حاجة اسمها البنتاكام. ده بيعمل ايه؟ ده بياخد صورة لسطح القرنية، يشوف فيها تحدب القرنية، يشوف فيها سماكة القرنية، ويقدر يحدد هل ده قرنية مخروطية ولا لا. طيب احنا تمكننا احنا نروح لاستشاري في القرنية ونشخص ان الولد ده او البنت اللي عندها قرنية مخروطية. ايه المطلوب مننا؟ مطلوب مننا طرق علاجات كثيرة جدا. النظارة هي حاجة عشان تخلي الولد او البنت يبص كويس او يشوف كويس، لكن انا عندي مشكلة مستمرة، قلناها لسه من دقيقتين ثلاثة، ان المرض عندي مستمر، ان النظر عندي بيقل، ان مقاس نظارة كل شوية بيقل، يبقى لازم انا اتدخل ووقف تدهور النظر. ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها تثبيت القرنية. يعني ايه تثبيت القرنية؟ يعني حاجة اسمها الكروس لينكينج. بنستخدم فيتامين عبارة عن قطرة، فيتامين بي 2 او اسمه فيتامين الرايبوفلافين، ونقطر في العين حوالي 10 دقايق. الفيتامين ده هيخش يعمل ايه؟ يخش جوه الياف القرنية ويتغلغل جواها، وبعدين اعرض الولد لليزر عبارة عن اشعة فوق البنفسجية بنسميها الالترا فايلوت ريز. دي هتعمل ايه الاشعة دي؟ هتتفاعل مع الفيتامين اللي انا حطيته في القرنية، وهتتفاعل مع الياف القرنية، وبالتالي تخلي الياف تمسك في بعض. ليه؟ لان السبب الرئيسي للقرنية المخروطية هو ضعف الالياف القرنية، الياف القرنية مش ماسكة ببعض كويس. لما استخدم طريقة التثبيت هتأكد ان الفيتامين ده يخلي الخلايا تمسك في بعض. لما الخلايا تمسك في بعض اي ضغط جوه العين خلاص القرنية بقت ثابتة، بقت قرنية متصلبة، بمعنى ذلك انها وقف تدهور وتحدب القرنية. احنا كده نجحنا نجاح باهر، نحن وقف تدهور العين. ده لسه شاب صغير في بداية عمره عنده 12 14 16 سنة مش عايز نظره يضعف قدامه السن طويل بإذن الله تعالى. فإذا لما أعمل تثبيت يبقى أنا كده نجحت أن أنا أثبت المرض. ده لسه قليل من شوية، ده مرض مستمر لازم أثبته بتثبيت القرنية. طيب أنا عايز أحسن النظر، طيب ساعتها هنفكر في طريقة علاج الجزء الثاني أو الخطوة الثانية في القرنية المخروطية. إزاي؟ بنعمل حاجة اسمها الفيمتو رينج. كلمة فيمتو بنستخدم الفيمتو ليزر، يبقى إذن حاجة باستخدام الليزر وليس الجراحة. رينج يعني إيه؟ يعني دعامات أو حلقات. يبقى إذن بقدر أحط في ألياف القرنية دعامات، الدعامات شغلانتها إنها ترجع القرنية اللي محدبة الأمام ترجعها لي ورا. يبقى بالطريقة دي أطمئن بإذن الله تعالى إن أنا رجعت القرنية إلى حد ما إلى شكلها الطبيعي. يبقى ساعتها الإبصار يتحسن،
الانحراف الموجود في القرنية يقل، قوة الإبصار تقدر تزيد بصورة ما. هل ده كأنها عملية ليزك يا دكتور أحمد؟ لا، ده مش عملية ليزك، دي عملية عشان نرجع القرنية إلى حد ما لصورتها الطبيعية. يبقى إذن دي فكرة الحلقات. طيب هل لو المريض عنده قصة نظر شديد، بقى فوجئنا ان ولد عنده مع القرنية مخروطية، الحالة اتأخرت شوية، بقى عنده قصة نظر شديد، هل في علاج لهذا الكلام؟ طبعا عندنا علاجات. ايه هي؟ اول شيء لازم اثبت زي ما قلنا تثبيت النظر، ده الخطوة الاولانية. بعد ما اتأكد نظر ثبت في خلال 3 لـ6 شهور وممكن كمان سنة حسب الحالة، ساعتها بنعمل زراعة عدسات جوه العين. يعني يا دكتور هتشيل عدسة الولد؟ لا يا فندم، عدسته الطبيعية موجودة في مكانها. ليه؟ لأن عدسات الطبيعية اللي جوه العين في الشباب الصغير ما زالت عدسات لينة تساعد الإنسان يعرف يقرأ، أسيبها في مكانها وأزرع فيها عدسة جديدة، بقت عدسة دائمة جزء من العين. عدسات دي اسمها إيه؟ اسمها عدسات الـ ICL. الـ ICL دي عبارة عن مواد معينة معمولة من الكوليمر، الكوليمر يعني كولاجين، زي جسم الإنسان جلدنا ده معمول من الكولاجين. هنحط عدسات الجسم متعرف عليها ما فيش مشكلة منها، ونعالج مشكلة قصة النظر مع مرضى القرنية المخروطية. لكن عشان أعمل الكلام ده لازم زي ما قلنا بسم الله إيه؟ نثبت النظر. يبقى تثبيت النظر هو أول خطوة. بعدها فترة لما أتأكد نظر ثبت، إن أنا بطمئن فحوصات النظارة بتاعته ثابتة، أشعات القرنية ممتازة، أطمئن الولد ده نظره ثبت، ساعتها بخش على زراعة العدسات لو القصة نظر شديد. أما لو كان المشكلة تحدب زيادة، ساعتها زي ما قلنا من شوية هنكون الفيمتورينج أو زراعة الحلقات. لو الحالة لا قدر الله النظر قل فيها زيادة، السماكة ضعفت جدا، الحالة اتأخرت وكان في إهمال شوية، ساعتها مضطرين نعمل زراعة قرنية. طبعا لما حد يسمع كلمة زراعة قرنية يتخض، هزرع قرنية؟ ده زراعة عضو، ده حاجة خطيرة جدا. لا، زراعة القرنية بقت حاجة بسيطة جدا. عارفين ليه حضراتكم؟ اولا ما بقناش بنعملها بالجراحة، بقت بالليزر. يعني معقول الليزر يستخدم في زراعة القرنية؟ ايوه، دلوقتي بنقدر نعمل زراعة القرنية بالليزر بدون جراحة، واستخدم اي تقنية؟ الفيمتو ليزر. اذا الميزة اولا ان القرنية الجسم يتقبلها بسهولة، استخدامي للغرز اللي في العين اقل بكثير، والمريض ده يقدر يرجع لحياته الطبيعيه بصوره كويسه. مش كده بس، ده عندنا كمان تكنولوجي جديده وحلوه جدا. ايه هي؟ احنا ما بنعملش زراعه كامله، بدل ما اشيل كل القرنيه انا اشيل الجزء الامامي للمريض، بعمل حاجه اسمها ترقيع القرنيه. طبعا ده افضل بكثير، واستجابه العين لترقيع القرنيه احسن بكثير جدا من الزراعه الكامله. يبقى اذا انا باذن الله تعالى حتى لو الحاله اتاخرت، انا اقدر بمنتهى البساطه اعمل له حاجه اسمها ترقيع قرنيه، اقدر اعملها بالليزر مش بالجراحه، وبالتالي اقدر اوصل المريض لافضل شيء. رسالتي النهارده في اخر الحلقه ديت، نخلي بالنا ان القرنيه المخروطيه مرض متواجد موجود في منطقه الشرق الاوسط بكثره، سواء في مصر او في العراق او الامارات، ودي الدول اللي انا بعملها فيها زيارات، وكمان في السعوديه. طبعا المرض ده متواجد في الشباب الصغير. اي حد نلاحظ نظره بيقل كل شويه، نفكر في القرنيه المخروطيه، نبعته لاستشاري القرنيه، نعمل له فحص البنتاكام. كمان ده كلام ده مهم جدا. عارفين ليه؟ لان المريض اللي عامله ليزر من سن 18 سنه لازم اعمل له البنتاكام. ممكن نفاجئ ان واحد جاي يعمل عمليه ليزك ويعملها سهله وبسيطه، نفحص بالبنتاكام اتاكد انه ما ينفعلوش العمليه، وفاجئ انه عنده القرنيه المخروطيه. فاذا علاج القرنية المخروطية بقى سهل جدا، علاج القرنية المخروطية بقى بسيط جدا، لكن لازم نشخص بدري ونعالج بدري، سواء بتثبيت النظر اول حاجة، او زراعة الحلقات اللي هي الدعامات بالليزر الفيمتورينج، او زراعة العدسات لو كان في قصة نظر شديد. اما لو حالة فلتت مننا والحالة بقت متأخرة، بقى في زراعة القرنية، والحمد لله بقى دلوقتي ترقيع مش زراعة كاملة، بقى استخدام الليزر مش الجراحة. واشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم من جديد مع برنامج الطبيب، ودايما بقول اهلا بيكم من جديد. والنهارده فقرتنا عن الجديد. ايه رايكم النهارده ندي يعني امل وتفاؤل وسعاده؟ والله نفسي اقول كلمه سعاده لكل انسان فاكر ان الاورام الخبيثه هي نهاية الحياة. هي مش نهاية الحياة ولا حاجة. والنهاردة احنا جايين لكم بحاجات بجد كلها جديدة، علاج جديد. انا ممكن اكون مش عارف عنه حاجة، قريبي ممكن يكون مش عارف عنه حاجة. مش لازم تكون قاعد بتفرج علينا برنامج الطبيب، لقدر الله لقدر الله يكون عندك اورام خبيثة، لا، انت ممكن تاخد المعلومة تفيد بيها حد من قرايبك، حد من صحابك، حد من معاك في الشغل. يعني انا نفسي الناس كلها تركز في الفقرة دي وفي كل كلمة بتتقال فيها، لأن ده جديد في علاج الأورام. هنعرف إيه الأورام اللي كانت ممكن تكون علاجها صعب، ممكن يكون علاجها ما بيجيبش النتيجة
اللي هي يعني توصلنا للشفاء او هو يرجع تاني يترد تاني، لان المقولة دي بتتقال كتير قوي. ايه رأيكم النهاردة نعرف المعلومات المهمة دي من ضيف فقرتنا استاذ دكتور حسن متولي استاذ علاج الاورام. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. اسعدتنا فقرة اللي فاتت وبجد يعني مردودها كان قوي جدا والناس كتير قوي قعدت وركزت مع حضرتك وجات لنا بقى الاسئله اللي هو طب خليه بقى الدكتور يقول لنا ايه اللي كان بيبقى صعب بقى سهل، ايه اللي ما كناش لاقيين له علاج 100% زي ما بيقولوا وظهر له علاج حلو، وصلنا لمرحله نجاح قد ايه في علاج الاورام. بصي يا فندم، هو احنا العالم كله بيتطور كل يوم في المجالات كلها. العربية اللي احنا راكبينها دلوقتي غير العربية اللي كنا بنركبها في الثمانينات، غير العربية اللي كنا بنركبها في الستينات. والتليفونات والبناء وكل المجالات بيحصل فيها تطور. زي التطور ده ما بيحصل في كل حاجة، هو بيحصل برضو كمان في علم الأورام من ناحية المعرفة وأساليب التشخيص، والأهم من كده من ناحية العلاج. أوكي. حصل تطورات كتيرة قوي قوي قوي، خصوصا يمكن في طفرة حصلت في آخر 10 سنين بتطور مش في العلاجات التقليدية، لا بإضافة علاجات أخرى من العلاجات الموجهة والعلاجات المناعية. العلاج التقليدي بتاع الأورام اللي كل الناس تعرفه إن هي الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والعلاج الهرموني. والكيماوي اللي هو أكتر حد بيخوف. والكيماوي اللي هو أكتر حد بيخوف. متفق مع حضرتك. طيب العلاج الكيماوي ده اولا هو اتطور واتجدد، بقى فيه ادويه جديده الاعراض الجانبيه بتاعتها اقل، وبقى فيه علاجات مساعده اقوى. كل ده ادى بقى لان الاعراض الجانبيه اللي المرضى كانوا بيعانوا منها في الاول بعنف قلت كتير قوي قوي دلوقتي. بالاضافه كمان لان العلاجات مش قصه اعراض جانبيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي، اول حاجه الناس بتخاف منه. ما انا عايزه اتكلم مثلا، لو هنقول هل في جديد في علاج الكيماوي اللي الناس بتخاف منه، واللي طبعا مربوط هو بقصه ان الشعر بيقع، خصوصا اذا كان طفل او سيده او رجل برضه، الاحساس ده احساس وحش. هل في حاجه ظهرت قللت الموضوع ده شويه؟ طيب هو ده يرجعنا برضه نفس الاجابه المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت حضرتك اللي جاوبتي على السؤال. أيوة. بتاع الناس بتخاف. لا برضه الناس بتخاف من العلاج الكيميائي، بس هو زي ما بنقول هو علاج. احنا ما بنستعملش ده علشان نتعب الناس او علشان نضر الناس. لا، لان احنا بنتعامل مع مرض قوي. ما نقدرش ننكر ده، فبالتالي لازم سلاحنا هو كمان يبقى قوي. السلاح القوي دلوقتي ده ظهر له بقى ادويه مساعده تمنع، ان كان ناس كتير قوي بتشتكي من ان بيحصل قيء مستمر بعد العلاج. دلوقتي بقى المرضى بياخدوا كورس العلاج بالكامل، ما بيحصلش ولا مره قيء. الارهاق الشديد بقى له علاجات برضه، والادويه نفسها اتغيرت، بقت الاعراض دي اقل وبقت كمان فاعليتها اعلى، وده اللي مهم جدا جدا. لاي ورم يعني اطمن الناس لاي ورم كان مثلا علاجه بيهمد، طبعا احنا عارفين طبعا العلاج الكيميائي او اي علاج يعني بيهمد بيتعب بحاله القيء، اي حد كان بيحصل له الحاجات دي دلوقتي وصلنا لمرحله حلوه ما بقاش الاعراض دي بتظهر او ما بقاش الافكت بيحصل الى حد ما كبير. مش هقدر اقول لحضرتك ان هو 100% بقى علاج سهل، لا. طبعا هو علاج قوي، انما الاعراض الجانبيه بتاعته بقت اقل بكتير، والمرضى لما العلاج بيتاخد بطريقه سليمه المرضى بيستحملوا العلاج بصوره جيده جدا جدا، بيسببش الاضرار مستديمه ولا اي حاجه خالص. ممكن يعمل شويه ارهاق وشويه تعب بسيط في اثناء فتره اعطاء، وهي بتبقى فتره محدده، ومجرد ما بنخلص يرجع المريض يمارس طبيعة حياته تماما، إن شاء الله بقى يكون خف ويمارسها بصحة جيدة. حلو. حصل تطورات كمان في العلاج الإشعاعي، بقت التقنيات بتاعت العلاج الإشعاعي أعلى بكتير من الأول. وده أدى بقى لأن الأعراض الجانبية بقت أقل، ونقدر نزود جرعة العلاج الإشعاعي اللي بنديها، يبقى التأثير بتاعه أعلى والأعراض الجانبية بتاعته أقل. أوكي. بس ده كله في نطاق العلاجات التقليدية. الأحدث بقى من كده كمان دلوقتي هو العلاجات الموجهه والعلاجات المناعيه. يعني ايه بقى؟ مع اكتشاف الجينات وقدره العلم دلوقتي ان هو يقدر يعمل فحوصات للجينات، لقينا ان في اورام كتير
بيبقى في خلل معين ممكن يكون موجود في الجينات بتاعة الخلايا هو اللي يؤدي لحدوث الأورام دي. طيب كده ابتدينا نقدر نعرف ايه المشكلة اللي خلت الخلية دي تخرج عن الطور الطبيعي بتاعها وتنقسم كتير، فابتدينا بقى يبقى نحاول نطور علاجات لده. يعني كمان بقى في جديد في التشخيص. اه طبعا، يعني ما هو التشخيص فعلا لو كان صح وادق وعرفنا ان ايه في مشكلة كانت بتتطرق او بتوسع فعرفنا نحكمها بمعنى اصح، فاحنا هنعرف نعالج النقطة دي بسرعة. حضرتك بتخش بقى تعالجي السبب بتاع حدوث الورم جوه الخلية. الجين ده هو اللي حصل فيه تحور فابتدى يخلي الخلية دي تتجنن وتؤدي لحدوث أورام. فأنا أخش بقى مش أعجزت أهاجم الخلية، لا ده أنا بهاجم الجين اللي فيه المشكلة. دي جزء كبير من العلاجات الموجهة بقى بيشتغل على القصة دي دلوقتي. من يا دكتور في حاجة، إن هي لما بتدخل تعالج الجين بس فهي مش بتضر أي حاجة حتى حوالين المنطقة دي. بالظبط، فهي مركزة بس في النقطة دي. بالظبط، فبالتالي برضو أي أضرار كانت بتحصل لحوالين المنطقة دي مش موجودة اللي حوالين المنطقة والأعراض الجانبية. والأعراض الأعراض دي أوكي عارفينها، بس اللي هي مش هتلمس حاجة تانية. بالظبط، العلاج الكيميائي بيشتغل على الخلايا اللي بتتكاثر بسرعة فبيأثر على خلايا كتير. أوكي. إنما ده علاج عشان كده اسمه موجه، لأن هو بيخش يتارجت الخلايا المصابة بس. أوكي. حصل تطور اكتر كمان دلوقتي لما نطلق عليه العلاج المناعي. العلاج المناعي ده بيشتغل ازاي بقى؟ اي ورم بيتكون هو بيعمل لنفسه طريقة معينة زي كاموفلاج كده انه يختفي عن مناعة جسم الانسان، فالجسم يعتبره جزء منه فما يهاجموش. اوكي. العلاج المناعي ده مهمته بيصلح خلل معين في الجينات اللي خلى الورم يقدر يختفي، فلما يصلح الخلل دوت يبتدي الجسم المناعة بتاعته تتعرف على المرض، ومناعة جسم الإنسان الطبيعية هي اللي تهاجم المرض. أوكي؟ معلش احنا هنقول الحتة دي تاني، المعلومة المفيدة جدا شوي. جدا جدا دي تاني نبسطها شوية. جسم الإنسان ربنا خلقه لو دخل أي جسم غريب جواه حلو الجسم يهاجمه على طول. بيهاجم احنا عارفين هو بيهاجم اي مرض وده بيحمينا من حاجات كتير عامه ما بناخدش بالنا منها يعني. بالظبط. طيب الورم ده يعتبر جسم غريب، طب الجهاز المناعي ما بيهاجموش ليه؟ لانه بيعمل لنفسه كاموفلاج معين يتهيأ للجسم ان ده جزء منه فما يهاجموش. حلو. العلاج المناعي بيشتغل بقى انه يشيل الكاموفلاج دوت، يفك الشفره دي. فالجسم يلاقي مرة واحدة لا ده دي حتة غريبة مش دي مش طبيعية، أهاجمها بقى. فمناعة جسم الإنسان الأجسام المناعية هي اللي تهاجم المرض. يبقى ده مهمته. ده حاجة هايلة، حاجة هايلة ظهرت يعني. بالظبط، ويمكن الفكرة دي هي اللي خلت العلماء الاتنين اللي اكتشفوا الاكتشاف دوت وحطوا الكونسبت ده خدوا جائزة نوبل. أوكي. فمن الحاجات دي برضو من العلاجات دي عندنا اللي حصل. وصلت عندنا هنا في مصر يا فندم موجوده وفي ناس بتتعامل بيها كتير من المرضى. فرقت، انا عايزه اعرف فرقت قد ايه؟ لا فرقت بكميه يعني، فرقت في النتائج بسرعه كم عاليه. النسبه في بعض الامراض ما كناش نعرف نعالجها خالص ما شاء الله. العلاجات دي ساعدت ان الامراض دي يحصل طفره فيها وتطور في علاجها بشده، وبقى المرضى يقعدوا سنين طويله باذن ربنا ان شاء الله طبعا بصحة جيدة، خصوصا ان الاعراض الجانبية للمرض ده للعلاجات دي الاعراض الجانبية قليلة جدا جدا. اوكي. فبالتالي المرضى بيقدروا يستمروا عليه مدة طويلة. بس طبعا مفيش حلو بيكمل. مشكلة العلاجات دي علشان هي لسه حديثة زيها زي اي حاجة حديثة تصدر علميا لسه اسعارها مرتفعة جدا جدا. بس بالتأكيد مع التطور في العلاجات وفي طرق تصنيعها السعر هيبتدي يبقى احسن من كده، وده يخلينا نقدر نوفر العلاجات دي لعدد اكبر من المرضى. ولكن متواجده للي قادر يعملها، او كلنا الحمد لله وصلنا لمرحله يعني بقينا بنساعد بعض والحمد لله برضو بقى في بالتاكيد يعني مؤسسات وفي مؤسسات يعني اهو كويس على الاقل. الحمد لله الدوله شعب جميل وكله بيساعد وبيتكاتف فعلا بامانه، وفي مستشفيات عندنا يعني عامله مجهود هايل جدا مع اللي هي بتقدم العلاج في اوقات مجانا كتير قوي.
ايه تاني ممكن انا كنت ابقى مرعوبه منه وعلاجه مش موجود وجديد؟ طيب زي ما قلت لحضرتك ان احنا في امراض ما كناش خلاص المرض بنشخصه ما بنعرفش نعمل له حاجه، لا التطور اللي حصل في التقنيات المختلفه كلها بقى، وبالذات دلوقتي بنعمل ما نطلق عليه ان احنا المريض لازم يقعد مع مجموعه الدكاتره كلها اللي هتعالجه. المريض بتاع اللي عنده اورام ما بيعالجوش دكتور واحد، بيعالجه جراح، بيعالجه معالج، بعض الاحيان بيتدخل في العلاج بتاعه دكاتره الاشعه التداخليه، فيبتدوا يشتغلوا معانا في المريض. نقعد كلنا مع بعض ونحط الخطه العلاجيه، تداخل العلاجات بقى كلها مع بعض. كان في اورام زي اورام مثلا الكبد، ودي اورام كانت شائعه في مصر في فتره من الفترات وما زالت صدقني وما زالت الفتره دي الى حد ما. طبعا الحمله اللي اتعملت الحمد لله عالجت مرضى كتير اللي عندهم فيروس سي اللي بيؤدي فده ادى للنزول شويه، وفي المستقبل هينزل اكتر من كده بكتير ان شاء الله. بس لسه بنشوف مرضى الاورام دول كتير، الاورام الكبد. الاشعه التداخليه بتشتغل معاهم بصوره عاليه جدا، بنعمل حقن المواد الكيميائيه وحقن المواد المشعه دلوقتي كمان جوه الكبد، بنعالجهم بتركيبة من الحقن ومع ان احنا بنعمل لهم كمان العلاج المناعي اللي ابتدى ينزل بقوة بالنسبة لأورام الكبد. يعني ده عندنا في مصر؟ ما ليه يا جماعة بنسمع ان اصلنا في عنده مشاكل في الكبد فطلع مش هقول البلد يعني الصين ولا طلع معرفش فين عسى يعمل حقن الكبد؟ طب ما عندنا حقن اهو في مصر. ده لا لا ده الحقن موجود بكل الطرق بتاعته، حتى من احدث التقنيات اللي هو الحقن بالمواد المشعه ده بيتم في مصر كل يوم. والعلاجات المناعيه زي ما بقول لحضرتك متوفره وموجوده وبنستعملها كل يوم. بيجيب نتيجه نسبه نجاح او بنسبه ان انا على الاقل ما اخليش الورم يتشعب او ان هو يقضي على الكبد بنسبه قد ايه؟ في مرضى كان زمان لما بنشوفهم الواحد بيتوقع ان المريض ده ممكن بعد شهر او بعد شهرين ما يبقاش معانا، دلوقتي المرضى دول بيبقى بعد سنتين هو نازل رايح شغله وبيرجع يمارس حياته الطبيعيه ومكمل معانا بصحه جيده جدا جدا. والكبد بيقوم بممارسه يعني وظيفته الطبيعيه بتاعته، بيرجع الكبد يشتغل بكفاءه اللي تخلي الانسان ده عايش حياه شبه طبيعيه. دي اسمها الاشعه التداخليه والحقن. والحقن بالاشعه التداخليه في مصر يا جماعه اللي مش عارف المعلومه زي ما كانوا نشر، وانا اهو يعني من كتر ما هي منتشره احنا فعلا في كارثه، ان من كتر ما المعلومات الغلط منتشره الناس ما عندهاش المعلومه الصح اللي هي توصلها لل يعني حضرتك بتقول في ناس مارست حياتها الطبيعيه خلاص اهو مع العلم في ناس مش عارفه المعلومه بتفضل بالكبد كده ومش عارفه ان في اشعه تداخليه ومش عارفه ان في حقن للكبد عندنا في مصر وبينجح. من الكلمات الكتير اللي الواحد بيسمعها دايما لا بقى مش عايزين نبهدله، مش هنوديه للدكاتره. والله انا سمعتها يعني ودي طبعا وهو يومين وخلاص قمه ما نبهدلوش، لان اي دكتور فينا لما هيلاقي ان هو فعلا مش قادر يساعد المريض هو من نفسه هيقول للمريض لا احنا علميا مش هنقدر نساعدك. انما في اوقات كتير قوي قوي او اغلب الاوقات احنا فعلا ربنا بيبقى مدينا العلم اللي احنا نقدر نساعد بيها المرضى. طب ليه ما نستغلش ده؟ والادويه موجوده والتدخلات الموجوده الاشعاعيه. انا شايفه اي مريض او اي حد او اي اسره لو لاخر يوم او لو او الدكتور بصراحه ما طلعش مني يا دكتور في الكلمه اللي انا هقولها، لو حتى الدكتور قال لنا ان ده اخر يوم ليه دي مش بتاعته، ان ممكن اخر يوم ده يكون عند ربنا هو اول يوم جديد ليه. يعني في ناس بتبقى في غيبوبه، بتقعد في غيبوبه شهور وقاعده على الاجهزه وخلاص فكده ميت وبيفوق، صح ولا لا؟ ولا انا بتكلم ده غلط؟ لا طبعا مع حضرتك حق 100%، بس النقطه ان احنا عمرنا ما بنقول ده اخر يوم ليه، الجمله دي ما بتطلعش من لا ما حضرتك لسه قايلها من شويه اللي هو في ناس تقول لك اصلي يعني الدكتور ممكن يقول ان هو فاضل له ايام او فاضل له، لا الدكتور بيقول احنا مش هنقدر نساعده اكتر من كده. اوكي لا إنما لا الاهل بياخدوها ان هو خلاص يعني لا مفيش لا ده مش المفروض يحصل، ان احنا مش هنقدر نساعده بمعنى ان احنا مش هنقدر ندي علاج اكتف. انما
في علاجات بقى من مضادات حيويه لنقل الدم، تفوق الحاله شويه. طبعا ما احنا مش معنى ان احنا مش قادرين نساعده بالعلاج الفعال ان احنا نسيبه خالص. ايوه ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. ممكن اتطرق شويه في موضوع الكبد مع حضرتك او اورام الكبد. امتى الكبد يوصل لحاله اقول لاهل الحاله خلاص دي الحاله متاخره وما ينفعش معالج؟ احنا لينا تقسيمة معينة لأمراض الكبد او للوضع بتاع شغل الكبد. تقسيمة اسمها Child Classification A و B و C. أوكي. ده بيتوقف بقى على الوظائف بتاعة الكبد كتحاليل، بيتوقف على وجود استسقاء موجود ولا لا، بيتوقف على هل المريض ده جاله استسقاء اللي هو الرشح، استسقى اللي هو وجود مية مترشحة في البطن في الغشاء البريتوني، في التجويف بتاع الغشاء البريتوني. على حسب التقسيمة ديت ليها سكور معين. لو هو تشايلد A بنقدر ان احنا نشتغل معاه بمختلف طرق العلاج. لو تشايلد B في طرق معينة تنفع وطرق ما تنفعش. لو دخلنا بقى في تشايلد C ده اللي هو الوضع بيبقى متقدم قوي، ممكن المريض يكون عنده صفرة وعنده استسقى وعنده ضعف في وظائف الكبد، يبقى ساعتها ما بنقدرش نعمل اي تدخلات، لان ممكن في الوضع ده بقى تدخل هو اللي يعجل بسرعة ان الكبد وظائفه تنهار اسرع. فبالتالي ما بنتدخلش. انما في الوضعين الاولانيين لا بنعرف طبعا نقدر نتدخل. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك ان العلم بيحدد كل حاجة ويحدد انت نعمل وانت ما نعملش. انا سعيدة ونفسي دايما تكون متواجد معنا برنامج الطبيب، لأن حضرتك بجد بتفيدنا معلومات جديدة ومهمة وبتصحح كل المفاهيم الغلط. الحمد لله ان احنا يعني من الحلقة فاتت والنهاردة انا حاولت برضه اهو بصحح، يعني بنعرف ايه الجديد في علاجات الأورام الخبيثة وفي نفس الوقت بنصحح مفاهيم برضه غلط. الحلقة كلها معاك دسمة يا دكتور. شكرا جدا. نشكر أستاذ دكتور حسن متولي أستاذ علاج الأورام، وأنا كمان بشكركم وخليكم معانا وراجع لكم بسرعة. ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب، والنهارده فقراتنا كلها بجد مميزه. النهارده احنا هنتكلم عن عيب خلقي من عيوب القلب الخلقيه ان الطفل ممكن يتولد بيها، ولكن ناس كتير قوي ممكن ما تكتشفش العيب ده. مش هنقول بقى عيب في دكتور الاطفال اللي هو بيتابعه اول ما بيتولد، او في الام ان هي ما تعرفش معلومات كتيره، او ممكن يكون ما فيش اعراض غير لما بيكبر الطفل، او ممكن يكتشفوا الموضوع ده برضو بدري. انا مش عايزه اقول اي حاجه، انا عايزه ضيفه فقرتنا هي النهارده تتكلم عن ثقب في القلب. يعني ايه ثقب في القلب؟ ثقب في القلب الام ممكن تلاحظه ازاي لو الدكتور ملاحظهوش او معرفش العيب الخلقي ده عند ابنها او بنتها؟ نقدر نتعامل ازاي مع الثقب في القلب؟ وهل هي عملية بسيطة ولا صعبة؟ ولو وصلنا لمراحل حلوة في عمليات ثقب القلب، ايه المتابعة اللي لازم الام والاب يتابعوها لطفلهم بعد عمليات ثقب القلب؟ كل المعلومات دي انا يعني هعتبر نفسي مش عارفة عنها حاجة خالص، لان يعني انا شايفة ان الفقرة دي هي اهم يعني حاجة فيها ضيفة فقرتنا، وكلامها اللي هيكون من القلب بقى. يعني دكتورة مش قليلة خالص بالمرة في خبرتها، في كفاءتها، في اسمها اللي بيلمع يوم بعد يوم. وانا عايزة اقول لها شكرا جدا ان انت موجودة معنا النهاردة. دكتورة شيرين عبد السلام، رئيس قسم القلب الاطفال بمستشفى الناس، رئيس قسم القلب الاطفال بمستشفى مجدي يعقوب سابقا، زميل الكليه الملكيه البريطانيه للاطباء، زميل طب القلب جامعه غرناطه، عضو الجمعيه الامريكيه لعيوب قلب الاطفال. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا. ميرسي بيك. وبنبقى مبسوطين وحضرتك معانا. وانا دايما يعني اي دكتور بيتعامل مع الاطفال او يعني ايا كان ايه في الطفل فببقى سعيده جدا بيه، لان الطفل ده الوحيد اللي ما بيعرفش يشتكي.
يعني احنا كلنا نعرف نشتكي، نعرف نقول، نعرف نحس احنا جوانا ايه كناس. الطفل ده قول ملاك، فانتي بتعاملي ملايكة. هو انا مبسوطة جدا بالتعامل مع الاطفال. هم بينقلوكي للعالم بتاعهم، عالم اللي هو ما فيش فيه اي حاجة غير فعلا براءة، وحاجة بتحسي ان هو كل الرياكشنز بتاعتهم فعلا طبيعية. فالتعامل معهم طبعا حاجة جميلة. ثقب القلب هو عيب خلقي من عيوب القلب الكتير الخلقية، ولكن احنا النهاردة خصصنا العيب ده اللي هو ثقب القلب. زمان كنا لما بنسمع كلمة ثقب في القلب يعني الام خلاص كده انا ابني يعني حياته اتدمرت، او مكتوب علينا يفضل طول حياته متدمر. دلوقتي وصلنا لمرحلة حلوة قوي ولا اكني في حاجة، الكلام ده صح ولا لا؟ في جزء كبير جدا من الصحيح. الثقب بتاع القلب هي كلمة الى حد كبير عامة، لان في كذا نوع لكلمة الثقب في القلب. القلب كبداية يعني هو بيتكون من 4 غرف، بين كل غرفة والتانية في حاجز. كلمة ثقب في القلب معناها ان في فتحة في الحاجز ده. فممكن تكون يعني فتحة في الحاجز اللي بين الأذينين، واحيانا ممكن تكون يعني عبارة عن ان في مشكلة او في جزء ناقص في الحاجز اللي بين البطينين. الاعراض بتاعة الثقب في القلب بتبقى ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا، لدرجة ان يجيلك حد مثلا عنده 40 سنة بيكتشف فجأة ان هو عنده ثقب في القلب مولود بيه وعايش بيه حياته كلها وهو ما يعرفش، وعمل كل حاجة وعمل رياضة وطلع سلالم وكل حاجة في حياته من غير اي مشاكل. وممكن تبقى حاجة كبيرة جدا، مرض عنيف جدا، لدرجة ان يبقى طفل مش عارف ياخد نفسه وبيتحجز كل شوية تانية في المستشفيات بالتهاب رئوي. فهو وايد سبيكترم يعني. انا عايز اقولك انت خطفتيني بكلمة ان ممكن شخص يكون عنده ثقب في القلب لغايه 40 سنه وما اكتشفت في الموضوع ده لان هو مش مؤثر عليه. طب ده بيرجع يعني كلمه ثقب دي يعني فتحه، ده بيرجع للفتحه اذا كانت صغيره او كبيره. بالظبط، هو النقطه الاساسيه ليها علاقه بحجم الفتحه دي قد ايه. لو هو الثقب ده حاجه صغيره، وارد جدا ان هو يبقى يعدي من غير ما حد ياخد باله ويبقى ما فيش اي اعراض ظهر عليه، وخاصه في النوعيه اللي هي اسمها الثقب بين الاذينين. اوكي. لان هي كمان ما بتعملش في تغير في صوت القلب الا اذا حد يعني متمرس واخد باله ان في فعلا فرق في صوت القلب، فيبقى الدكتور بيكتشف. لكن ممكن تعدي من غير ما حد يكتشف. طبعا ممكن. وفي احيانا كتير الناس الكبيره اللي زي كده اللي هي كبرت وهي ما تعرفش اصلا ممكن تيجي بجلطة في المخ. هو عاش عمره كله ما عندوش اي علم ان هو عنده ثقب في القلب، وبعدين ابتدى بقى فيه جلطات في الناحية اليمين في جسمه بتعدي للناحية الشمال وتطلع على المخ، ودي بقى اول اكتشاف، لان هو مشكلته الاساسية كان ان فيه ثقب في القلب. ايه الاشعة اللي بتوضح الثقب في القلب؟ اول حاجه طبعا هو الكشف، لازم الدكتور طبعا يكشف على المريض. لا انا هعدي، هنتكلم في نقطه الطفل اول ما يتولد، دي لازم اتكلم معاك حالا فيها. بس عايز اعرف دلوقتي اي حد بيتابعنا ايه اللي انا اعمله يوضح ان انا عندي ثقب في القلب؟ الايكو، هو الاشعه التلفزيونيه اللي هي الاشعه بالموجات فوق الصوتيه، هي دي اللي المفروض توضح اذا كان في اي شبهه ان في ثقب في القلب او ما فيش. دي اول بتوضح كصوره ولا في، ولا مثلا ان القلب ضرباته عاليه ضرباته قليله، ولا كصوره نقطه؟ معلش انا دقيقه شويه بتكلم اكني قاعده قدام التلفزيون. لا، هي دي طبعا جزء فني بحت، بيبقى الدكتور هو اللي شايف ان المكان ده فيه فعلا جزء مش موجود، وان فيه دم بيعدي من الناحية الشمال للناحية اليمين في القلب، واذا كان ثقب بين البطينين فرق الضغط بين البطينين قد ايه. لان في الثقوب اللي بين البطينين زي ما قلت لحضرتك ان هو موضوع حجم الثقب ده يفرق كتير جدا، علشان ضغط جسمنا اللي احنا موجود، انت حضرتك لما بتقيسي ضغطك بتبقى مثلا 120-80، ده الضغط اللي موجود في الناحيه الشمال في القلب. في حين ان الناحيه اليمين في الجسم اللي هي الضغط اللي جوه الرئه، المفروض ان هو الضغط جواها 25/15. اوكي. ففي فرق كبير جدا، ما ينفعش الضغط اللي موجود في الناحيه الشمال بتاعه القلب يكون بيروح للناحيه اليمين ونسيب الطفل ده فتره طويله.
ده الطفل اللي بيبقى بيعاني من ان هو عنده ثقب كبير ومحتاج ان هو تدخل عاجل قبل سن 6 شهور. انا ام ورايحه اولد، والمفروض ان بعد الولاده في دكتور اطفال بيكون موجود مع ابني شويه في الحضانه، اللي هي الساعه اللي بيقعدها بيطمنوا عليه وعلى كل اجهزه جسمه والقصص دي. يعني ايه اللي انا ممكن يعدي من دكتور الاطفال ما ياخدش باله، وانا لاحظه على ابني او بنتي اجري على طول ان انا اتوجه لتخصص قلب اشوف ممكن يكون عندها لا قدر الله او عنده ثقب في القلب او لا؟ اول حاجه ان يبقى الطفل بينهج، يعني المفروض ان الرضيع ما يبقاش بينهج وهو بيرضع. هتلاقي الام كان حد بيطلع سلم، ده المنظر اللي بيبقى عليه الطفل، هو مش عارف يكمل الرضع بالكامل، بياخد شويه وبعدين يقف ياخد نفسه ويرجع يكمل. يعني هي ما تحسش ان هو بيرضع طبيعي يعني. وبيبتدي يبقى بيعرق، لان هو بالنسبه له ده مجهود فهو مش قادر عليه، بيبذل مجهود فوق اللي هو يقدر يتحمله. فبيبقى الطفل ده بيعرق. احيانا كتير في امهات بتبقى واخده بالها فتقول لي انا حاسه ان ضربات القلب بتاع الطفل ابني سريعه، فده مش عادي. دي احيانا بتبقى الحاجه اللي بتلفت نظرها. كمان وزن الطفل، هو مثلا مولود 3 كيلو لكن ما بيزيدش وزنه بالشكل المظبوط، تبقى بتقارنه بالاطفال اللي زيه، لا هو وزنه اقل او كمان بيخس. كمان بيخس، يعني ممكن نقول ناخد بالنا لو الطفل بيخس حتى لو هو بياكل اوكي طبيعي، وفي نفس الوقت حضرتك بتقولي يعني هنقول مصاحب لثقب القلب ضربات القلب العاليه مش القليله، العاليه. وكمان لو بقى بيجي له ادوار برد كتير، يعني يبقى كل بتقول لك هي بتبقى الام بتوصفها كده، احنا ما بنخلصش من دور البرد، ما بنلحقش على طول، عنده برد بالظبط. ايه تاني يا دكتور؟ يعني ممكن يكون مثلا بيعاني من حاجه في الرئه، اللي هي جلسات الاكسجين القصص دي، وبيبقوا متجهين للرئه ومش فاكرين اللي هي في القلب. احيانا كتير بيبقوا متخيلين ان هو الطفل ده عنده حساسيه في الصدر، حاجات زي كده. يعني بالرغم ان هو يمكن دلوقتي عشان بقى الايكو ده موجود في كل مكان، فبقت تشخيص الحاله حاجه ما هياش صعبه. هي النقطه ان القرار اللي هو انهي طفل ينفع ننتظر عليه، انهي طفل لازم يبقى بيتوجه ان هو يتعمل له اي تدخل، يعني هي نقطه في القرار بعد كده، هو يمكن ده اللي بيفرق. التدخلات بقى، التدخل في عيب او عيب الخلق اللي هو ثقب القلب، امتى اتدخل وامتى اسال هل ينفعني تدخل تاني ولا لا غير العمليه؟ بصي، هو بقى في إيرا جديدة إن بقى مش أقل من 80% من الثقوب بتتقفل بالقسطرة مش بالجراحة. ما شاء الله، ده كان الأول لأ. صح كده؟ شفتوا، أنا قلت مش يا جماعة، يعني أنا بحييكي والله والله، أنا مبسوطة بوجودك معايا جدا صدقيني، بعيد بقى عن الفقرة وعن أي حاجة. يعني بقيت عالج ثقب القلب بالقسطرة. يعني متخيله ان هو بدل ما كان زمان بقى فيه قلب مفتوح و مكنه قلب صناعي وعنايه مركزه ونقل دم وغرز وبعد العمليه وكل التفاصيل دي، كل ده اختصر في حاجه عمليه نص ساعه بكتير ساعه، والطفل بيخرج منها ما فيش اثر في جسمه، تاني يوم بالسلامه يخرج وخلاص، على كده الموضوع بيبقى انتهى. فطبعا يعني نقلت ناس كتير لوضع مختلف. زمان كمان كان الكلام ده الى حد كبير مرتبط بالثقوب بين الاذينين بس، لان يعني بحكم ان هي ابسط المفروض في نوعيه الثقوب، لكن دلوقتي بقى كمان الثقوب اللي بين البطينين الاجهزه بتاعتها اللي هي بتتقفل بيها الثقوب اتطورت جدا لدرجه ان بقى فعلا قليل ان احنا نحول العيان للجراحه. يعني تفاؤل، انا قلت والله يعني هي حلقه كلها تفاؤل. عايزه قبل ما اختم اسال حضرتك، بعد القسطره اللي بتتعمل ان احنا نقفل بيها ثقب القلب، هل الشخص بيكون طبيعي لازم يبقى فيه متابعه دوريه ولا لا؟ طبعا بيبقى فيه متابعه بعد العمليه، بنطلب منه ان هو نشوف الطفل خلال اسبوع من تاريخ العمليه، وبنوصل الام مش عايزين شقاوه وتنطيط لمده اسبوع، بعد كده خلاص يعني براحته بقى يعمل كل اللي هو عايزه في حياته، ما عندناش مشكله. الادويه، في ادويه معينه بنستمر عليها لفتره بسيطه،
وبعد كده خلاص بنبقى خلصنا ان شاء الله. طيب يعني المتابعه بتبقى اللي هو فيما بعد العمليه، انا قصدي على يعني هفضل اتابع طول عمري ولا دي عمليه عملتها وارتحت وخلاص، ولو بنوته تتجوز عادي وتخلف وتولد عادي ولا هو ايه؟ هو عايزه اطمن يعني. الفقره خلصت يا مخرجنا، بس عايزه اطمن واطمن الناس. بص هي دي اجمل سؤال على فكره في الحلقه، لان كل الامهات بتسالني هي بنت هتتجوز هتخلف هتولد طبيعي؟ طبعا هتعيش حياه طبيعيه جدا وتتجوز وتخلف وتعمل كل اللي هي عايزاه، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي خطر، لان بنبقى عارفين ان في مشاكل في القلب لما يعني اللي هو تبقى خطر اللي هو الولاده عن الام. لا لا بيبقى خطر لا اما عليها لا اما على الجنين وهي اكتر كمان. لا لان بيبقى خلاص الثقب ده الجسم غلفه بنفس النسيج بتاعه، فهو بقى قطعه من الجسم، فتقفل خلاص الموضوع بيبقى مشكله خلاص. في احلى من كده يا جماعه، يعني انا مبسوطه جدا بالفقره دي مع حضرتك. ويا جماعه كانت رئيسه قسم قلب الاطفال بمستشفى مجدي يعقوب، يعني انا عايزه اقول الخبره كلها معانا. ميرسي ربنا. انا بحيي طبعا دكتوره شيرين عبد السلام على المعلومات المهمه قوي دي، رئيس قسم قلب الاطفال بمستشفى الناس ورئيس قسم قلب الاطفال بمستشفى مجدي يعقوب سابقا، زميل الكليه الملكيه البريطانيه للاطباء وزميل طب القلب جامعه غرناطه وعضو الجمعيه الامريكيه لعيوب قلب الاطفال. ويعني انا سعيده جدا بكل فقرات يعني الحلقه النهارده، وكمان هكون اسعد لو انتم تابعتوا دايما برنامج الطبيب، لان انا كل يوم ان شاء الله بوعدكم يكون معانا جديد وتخصص جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله.